كتير مهم ما يكون عنا جفاف أو ديهايدريشن نحنا وعم نعمل سكي خلال نهارنا. في كتير أسباب وعوامل بتخلينا يصير عنا ديهايدريشن، كان الشمس أو كان العلو أو كان أنه عم نعمل رياضة أو حتى نحنا وبالشالي منحط التدفئة، فكل هيدول بخلونا أنه يصير عنا ديهايدريشن. فشرب الماء كتير أساسي، ننتبه من كل شيء كافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأنه بيروحولنا الماء من جسمنا.